استاذ، بوشكي بنت كتير شجاعة، بس هي للأسف ووالدتها المسكينة مروا بضغوط بالشي اللي صار، واجهوا مشاكل وما اشتكوا وساعدوكن، بس بالمقابل انت بس دفعت لهم ثمن العلاج مو أكتر. قلي هذا الشي عادل برأيك؟ فيك تقلنا شو مبرراتك يا سيد رابندام مازومدار؟ مين قال هالشي؟ إنه رح يدفع لهم بس العلاج؟ انتو شو مفكرين؟ هذا السيد كريم، هو إيده للخير دائماً، بس بنفس الوقت ما بيتفاخر وما بيخبر أي حدا. شو بابا؟ أنا بدي أحكي الصراحة، ماني متوقع من أبي يقصر بشي، أكيد رح يساعدها، مو هيك؟ سمعت؟ سمعت شو قال؟ قال إيه؟ هو أكيد رح يساعدها، تعليم هديك البنت، دراستها، تيابه وكتبه ومدرستها وكل شي بيلزمها رح يأمنها، هو رح يكون دائماً جنبها مثل ما بيعمل مع ابن أخي. مازومدار هو بيآمن بالعدل، مزبوط أبي؟ أنا بعرف إني استغليت الموقف بطريقة بشعة، بس هالشي ضروري. بوشكي طفلة ذكية وشاطرة، هداك المكان الوسخ مو بيتها، رح أعمل كل شي بقدر عليه لطالعها من هنيك، ما لازم أبداً تضل عايشة هنيك. شو وجعتك؟ أنا آسفة كتير. لا عادي، لا لا عادي، لا لا. بتعرفي يا خالة، لما بعدني شانتنو عنه بالمشفى وأنهى صداقته معي بهالطريقة، بوقتها عن جد حسيت بالوجع. بس ليش شانتنو عم يعمل هيك معي؟ أكيد هو جن. بس بتعرفي شو قال هنيك؟ إنه نحنا مو من نفس العيلة وما منسوى شي عنده. بس أنا يا خالة ما بيهمني إذا ضايقني أو قهرني هيك، أكيد رح شوفه وبدي لاقي طريقة لحتى حاكي. وإذا هو طلع من سونا جاشي وتركنا، أنا ما رح خليه ينسانا وينسى أنه هو من هون. أنا مستحيل خليه ينهي صداقته معي، وأنا بعرف منيح كيف رح حدي وروقه. يا ربي، ليش نيفي عم تجبر ابني يعمل هيك؟ ليش هو يقبل؟ ألو، مين؟ ست شاندا؟